بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين. وبعد، فدائما وأبدا خير اجتماع اجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى، اجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع مع أهل الفضل ومع أهل الصلاح، نحسبهم ولا نزكيهم على الله. أيها الإخوة بارك الله فيكم، في هذه الدقائق المعدودة أذكر نفسي وأذكر كلاهما نذير شؤم على الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وهم يتجادلون في بعض آي الكتاب العزيز، خرج مغضبا كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه، وقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ثم قال: ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ وكان ثم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فوسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح في موطن، تحذيرا من الفرقة وتحذيرا من الاختلاف. فجدير بنا جميعا أن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وندع كل ما من شأنه أن يسبب الفرقة والاختلافات. إن ربنا سبحانه أثنى على المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم، ومع هذا الثناء الحسن على المهاجرين والأنصار، لما تدعى قوم فقال قائلهم: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وكان ذلك إبان رجوعه من بعض الغزوات، فكسع مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمع لهذا قوم ولهذا قوم فتضاربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فأي شيء يتسبب في فرقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء مذموم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لقد سمانا الله في كتابه الكريم مسلمين. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن، اسمكم أيضا مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. أيها الإخوة، لا تقطعوا الأخوة الإيمانية بمسميات استحدثت، ولا بمذهبيات ولا بعصبيات. إن الله قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فنحن إخوة، شئنا ذلك أم أبينا، ما دمنا قد تسمينا بالمسلمين، فالمسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن. فلا نقطع هذه الأخوة الإيمانية أبدا،
تحت أي شعار وتحت أي مسمى من المسميات. علينا أن نحافظ على أخوتنا الإيمانية. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قالوا: من الذي أمر الله به أن يوصل وصل الأخوة الإيمانية. فكل الأسباب وكل الوسائل تنقطع يوم القيامة إلا وصلة الإيمان، إلا الأخوة الإيمانية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن النبي صلى الله عليه وسلم في لا أقول في عشرات الأحاديث بل في مئات الأحاديث يذكر بالأخوة الإيمانية: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، لا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي: الغيبة ذكرك أخاك مما يكره. فالأخوة الإيمانية لا بد أن نحافظ عليها، وجزى الله كل من يحافظ على هذه الأخوة الإيمانية خير الجزاء، وليبشر بالعقاب من الله من يسعى في تقطيع هذه الأخوة الإيمانية تحت أي شعار من الشعارات أو حزب من التحزبات. أيها الإخوة، علينا جميعا بالالتفاف حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قد تحدث بعض الاجتهادات في بعض مسائل العلم، قد تحدث بعض الاجتهادات في بعض مسائل العلم، ولكن لكل فقيه وجهته ودليله الذي يستدل به، والمجتهد المخطئ مأجور له أجر، والمجتهد المصيب له أجران، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مررت مرورا سريعا بمسألة فقهية وبها أختم، لكن لبيان كيف وقد ساغ الاختلاف في هذه المسائل بين علمائنا الأولين، إذا مررت بالصلاة على سبيل المثال، من بدايتها إلى نهايتها مرورا سريعا جدا، بدأت تكبيرة الإحرام، إلى أين ترفع الأيدي؟ هل ترفع الأيدي حذو المنكبين؟ هل ترفع الأيدي لمحاذاة الأذنين؟ أم ترفع أقل من ذلك أو ترفع أكثر من ذلك؟ وبغض النظر عن الراجح من المرجوح، وإن كان الجمهور على أنها حيال الأذنين، بغض النظر عن الراجح والمرجوح، لكل فريق من أهل العلم دليله في المسألة، وكل في هذا الصدد مجتهد، وكل في هذا الصدد مأجور، مع التفاوت في الأجور كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وبعد أن رفعت الأيدي سواء حيال المنكبين أو حيال الأذنين، هل أضع يدي اليمنى على اليسرى فداء؟ وإذا وضعت اليمنى على اليسرى أين أضعها؟ هل أضعها عند النحر؟ هل أضعها على الصدر؟ هل أضعها على البطن؟ هل أضعها على الشمال؟ هل أضعها على اليمين؟ ابتداء في وضع اليد اليمنى على اليسرى، قال بذلك عدد من العلماء: لحديث سهل بن سعد الساعدي أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ولحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أيضا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. المالكية خالفوا، لماذا قالوا؟ قال ترسل الأيدي. طيب لماذا يا أتباع الإمام مالك رحمة الله عليه تقولون ذلك؟ قالوا: لأن النبي علم المسيء في صلاته
المسيء في صلاته علمه كيف يصلي ولم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى. فالشاهد أن المسألة فيها وجه راجح وجه مرجوح، لكن بكل قد قال بعض العلماء ولم ينشئوا خلافات ولا قتال فيما بينهم، لم ينشئوا إلى أين توضع. ليس في المسألة نص ثابت إلى أين توضع الأيدي اليمنى على اليسرى، هل عند الصدر أو عند البطن، ليس هناك نص ثابت في هذا الصدر. بعد ذلك إذا جئت أقرأ الفاتحة، هل أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ ولكل وجهة في هذا الباب، وعلى اتفاقهم أن من أخذ بأحد الرأيين فصلاته صحيحة. وكذلك عند الهوي للركوع، ترفع الأيدي مع الهوي أو لا ترفع؟ وإن كان الجمهور على أنها ترفع عند الهوي للركوع رحمهم الله تعالى، ولكن ليس هذا من المأمور به حتما. يعني إذا لم ترفع خالفت السنة، لكن هل تأثم؟ هل تبطل الصلاة؟ لا تأثم ولا تبطل الصلاة. إذا ركعت ماذا أقول في ركوعي؟ تعددت الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصدد. إذا هويت للسجود هل أنزل بالركبتين أو باليدين؟ أيضا لم يثبت في الباب خبر، وكل قد قال بقول وإن كان الجمهور على النزول بالركبتين. إذا جلست للتشهد بعد ذلك، أو عفوا جئت أقوم للركعة الثانية، هل هناك جلسة استراحة أو ليست هناك جلسة استراحة؟ مدار الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه مالك بن الحويرث قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة قبل أن ينهض للركعة الثانية وللركعة الرابعة. الخبر ثابت، لكن لماذا لم يتفق العلماء على العمل به؟ قالوا إن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قد بدن أصبح بدينا، فكان يحتاج إلى جلسة حتى يستطيع أن يقوم للركعة الثانية أو للركعة الرابعة. فهكذا نجد أن الأمر فيه سعة. إذا جئنا للتشهد، سواء التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، هل تجب فيه الصلاة على النبي محمد أو أنها تستحب ولا تجب؟ ستجد دائما في المسائل أكثر من وجهة، وكل استدل بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفصيل ذلك مقام آخر إن شاء الله تعالى. لذلك مقام آخر سبق بين دعاء الاستفتاح في الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هل يجب أو لا يجب؟ وإن كان الأكثرون على عدم الوجوب، لكن ستجد من أوجبه وإن كان الرأي عنده مرجوحا. أقصد أن كل هذه الاختلافات الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة، بتسليمتين، وإن كان الجمهور على أن الخروج بتسليمة واحدة والثانية سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الاختلافات ما أفسدت المودة والمحبة التي بين أهل العلم رحمهم الله. لا أطيل، فأدعو إخواني وقبلهم أدعو نفسي إلى عدم إنشاء الاختلافات لأتفه الأسباب. لا تنشئوا اختلافات يا أمة محمد فيما بينكم، ضمدوا الجراح، فأمتنا تحتاج إلى تضميد الجراح، أمتنا تحتاج إلى تضميد الجراح يا أمة محمد. يا أمة محمد لا تكونوا كاليهود وكأهل الكتاب الذين قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يا أمة محمد، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا أمة محمد، أحبوا بعضكم لوجه الله، ألا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
هذا نداء رسول الله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يا أمة محمد، يا أمة محمد، اعلموا أن دم المسلم حرام وأرض المسلم حرام ومال المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا ينتهك بعضكم عرض أخيه المسلم، لا يأكل أحدكم مال أخيه المسلم، لا يحب أحدكم لأخيه المسلم أن يفتضح، لا يحب أحدكم لأخيه المسلم أن تزل قدمه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أمة محمد، أحبوا لإخوانكم ما تحبونه لأنفسكم، أحبوا لإخوانكم ما تحبونه لأنفسكم. كلما ازدادت محبتك لإخوانك كلما ازداد رضوان الله عليك. أما إذا كنت تتمنى لأخيك المسلم الفضائح وتشهر بها هنا وهنا وتسعد أن يفتضح أمره، فالعذاب لك والويل لك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أمة محمد، قال نبيكم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يا أمة محمد، رسولكم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أصلحوا قلوبكم يا أمة محمد. هذا باب واسع ذكرت بغيظ من فيض في هذا الباب، وإلا فأسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في كل خير وكل سلام وكل وئام، وأن يبارك فيهما وفي أهليهما. وصدق الله إذ قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فنعم الأسر أسرا قامت على كتاب الله، قامت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلها بيوتا مؤسسة على التقوى، أسأل الله أن يجعلها بيوتا مؤسسة على التقوى. وصدق الله إذ قال: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الحمد لله، وجدنا الحريصين على الخير يلتمسون الحريصات على الخير، وجدنا أهل البيوت الصالحة يبتغون بيوتا صالحة من أمثالهم للزواج بهم. فالحمد لله، وبارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ومعي أخي الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله، زارنا لبعض الاستشارات الطبية، نسأل الله لنا ولكم العافية. فأردنا أن يعم النفع وتكون الإشارات عامة وتوجيهاته عامة في هذا الصدد، فليتقدم أخي الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى لإفادتنا. ويا بشراك بقول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جزاكم الله جميعا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدها يبين لنا الدكتور مجاهد الله يحفظه حكم ما يسميه الناس الرجيم الذي بدت ملامحه واضحة عليه لكونه سلك مسلكا يبتغي الرشاقة، فنزل به الأمر أكثر من المطلوب. فين اللي وقعت؟ فين يا عبد الرحمن؟ نعم خلاص يا بيبي، بس يعني بس المغناطيس فين؟
تفضل تفضل تفضل. مش هطول يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة جئت لهذا المكان مهنئا لأخوين كريمين، الأخ الأستاذ الدكتور المرسي شولح والأخ العزيز الحاج محمود شولح، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. ثانيا جئت مستمعا لشيخنا الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي، والحقيقة يعني يعلم الله كم أحب فضيلة الشيخ، والحقيقة تعلمنا منه كثيرا، وأرجو الله أن يجمعنا جميعا مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وبعد فالحقيقة يعني خاطرة كده يمكن سألني واحد فيها: ماذا استفدت من دراسة الطب؟ الحقيقة من أكثر من 50 عام بدأت دراسة الطب، ومن أكثر من 40 عاما وأنا أدرس الطب، يعني درست الطب وأدرس الطب. فالسؤال: ماذا استفدت من دراسة الطب؟ أول استفادة استفدتها الحقيقة وأثرت علي في حياتي جدا، أن الخالق سبحانه وتعالى أبدع في خلقه وخلق كل شيء بقدر. وأنا أتعجب أن أجد طبيبا ملحدا، الحقيقة دي بتبقى بالنسبة لي يعني كارثة كبرى، لأنه رأى يعني آيات الله واضحة جدا في جسم الإنسان. وإذا تكلمت عن هذا يعني ممكن أخذ وقت طويل جدا، إن إحنا نذكر بفضل الله سبحانه وتعالى عليك، نعمه كثيرة حتى في المرض. يعني أحيانا الألم بيكون نعمة من نعم الله أحيانا، يعني لولا اللي بيجيله مغص كلوي، لولا اللي بيجيله ألم، ما كناش إحنا كأطباء هنوجه نظرنا ناحية الكلى ونقول إن فيها حصوة وتحتاج عملية أو فيها كذا وتحتاج كذا. فأحيانا الألم أو المرض أو ارتفاع الحرارة بيبقى نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فأول درس تعلمته من دراسة الطب أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. ومش عاوز أطول في النقطة دي. النقطة الثانية اللي تعلمتها الحقيقة من دراسة الطب هو أن الطب ما أن كل شيء يبنى على الدليل، مفيش حاجة بدون دليل. يعني اللي بدون دليل هو اتباع للهوى، وكثيرا ما أفسد بعض الأطباء باتباع أهوائهم. العلم الآن أصبح إحنا بنقول عليه حتى بالإنجليزي evidence based medicine، الطب المبني على الدليل. العالم كله الآن لا يأخذ إلا بالطب المبني على الدليل. وأنا بفتخر بقى إن إحنا بننتمي للإسلام، لأنه هو اللي بنى كل شيء على الدليل. وتعلمنا من شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى أن كل شيء لابد له من دليل، يا من كتاب الله يا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أننا أخذ برأيي واتبع هوايا، أنا سأفسد في الطب وسأفسد في كل شيء. وكثيرا مما حدث من إفساد في مجال الطب كان بسبب اتباع الهوى.
فيعني احنا بنفتخر الحقيقة بعلمائنا في علم الحديث، لان هم كل شيء عندهم بالدليل ومبني على الدليل، وما فيش حاجة خارج الدليل. فالطب لابد ايضا ان يكون مبنيا على الدليل. فدي الشيء الثاني اللي انا اتعلمته الحقيقة من دراسة الطب. الحاجة الثالثة اللي اتعلمتها من دراسة الطب وافادتني كثيرا، ان عقل الانسان محدود وله حدود في التفكير، فلا يمكن للمحدود ان يدرك اللامحدود. يعني احنا لعقلنا له حدود للفهم، وهذا ما تعلمناه في الطب، ان لنا حدود للتفكير، وما خارج ذلك فهو خارج التفكير. يبقى انا عقلي محدود، فالمحدود لا يدرك اللامحدود. دي بديهية. فالبديهية دي استفدت منها كتير جدا 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 في حياتي، ان انا لي حدود للتفكير، وهناك حدود يجب ان اقف عنها ولا افكر فيها ولا اضيع فيها وقتا. يعني مش عاوز يعني اتكلم ومعنا يعني دكتور مرسي وفضيلة الشيخ مصطفى، لكن يعني كيف تدرك يعني بعقلك اللامحدود، كيف تدرك الله بعقلك المحدود، كيف تدرك الله اللامحدود؟ فانت الحقيقه نعم يعني احنا اللي انا بس عاوز اقوله ان انت ما تقعدش تفكر كتير في اشياء لن تفيدك. ده اللي انا اتعلمته الحقيقة من الطب. الحاجة الرابعة، ان هناك مجاهيل كثيرة جدا جدا في جسم الانسان لم نعلمها حتى الان، برغم الدراسة المتأنية لأكثر من 50 سنة. حتى في تخصصي اللي هو الغدد الصماء والسكر، في حاجات حتى الان بنكتب جنبها كده النون، غير معلومة، ما نعرفهاش لغاية دلوقتي. ومش أنا بس، ده على مستوى العالم. مع التقدم التقني الرهيب اللي حصل في التشخيص وحصل في العلاج، ما زال هناك أمراض خارجة عن العلاج حتى الآن. ما زال هناك أمراض غير معلومة السبب حتى الآن. ما زال داخل جسم الإنسان بعض الأعضاء لا نعرف وظيفتها كاملة. فأنت عايش في وسط مجاهيل وعمال تفتخر وتقول أنا العالم الفلاني وأنا الطبيب الفلاني وأنا مؤلف مش عارف إيه، وأنا لي أكتر من 340 بحث منشورين، وأنت لا تدرك أصلاً أشياء كثيرة داخل جسمك أنت ما تعرفهاش لغاية دلوقتي. يعني احنا بنقول في الطب المخ، وده آلة عظيمة جدا جدا، ما زال ما نجهله من المخ من وظائف أكثر مما نعلمه. وأنا أتحدى أي حد يقول لي لا احنا بنعرف أكثر مما نجهله، لا احنا نجهل أكثر مما نعرف. فالذي أحاط بكل شيء علما هو الله سبحانه وتعالى فقط، ولا يمكن لبشر ولا لملك ولا لإنس ولا جن أن يدرك كل الأشياء. لا، لك حدود، وخليك داخل حدودك، وخليك داخل تفكيرك، وما تخرجش خارج. وده تعلمتها من الطب بشدة كثيرة جدا جدا جدا، لأن عندنا أشياء كثيرة احنا مش عارفينها. ولا قد يأتي فيما بعد ان احنا نعرفه. وعشان كده بختم بان انا بقف امام الآية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. سنريهم للمستقبل، يعني ستظل آيات الله سبحانه وتعالى تطرى، يعني كل شوية هنكتشف حاجة من اللي احنا ما كناش بنعرفه، واللي هيجوا بعدنا هيكتشفوا أيضا أشياء ما كنا نعلمها، واللي هيجوا بعدهم، وهكذا حتى تقوم الساعة.
يعني حتى تقوم الساعة. وأختم وأقول إن أصح شيئين على وجه الأرض هما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أشرف العلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو أن لا أكون قد أطلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للاستاذ الدكتور مجاهد، حفظه الله تعالى. وشكر اخي الاستاذ الدكتور موسي شرح، وصلى الله وبارك فيه وفي ولديه ونجعل زيجتهما مباركه طيبه يا رب ونجعلهما في علمه. السؤال الاول يا دكتور مجاهد، الله يحفظه ويبارك فيه، نسال عما يسمونه ان كنت ارى تسميه على تعرفون على التسميه وتصلح لي ما يسمونه الجيل، ما سلبياته وما ايجابياته؟ لان الواحد لما يكون مرء يدوم الى احسن ولم يكن نحيف احسن. ولكن على كل حال ترى الرجل النحيف فتستريه وفي اسوابه اسد منصور، ويجيبك القليل فتبتليه فيملك ظنك الرجل القليل. ما ايجابيات الجيل وما سلبياته؟ وهل هذا الضعف الذي يوجد بعد قوة وصحة أثر على عدم دفع المرض؟ أو ماذا أفادك الله؟ وجه كلمة للمسلمين في الرجيم من عدمه، والشيخ محمود يعمل رجيم وليس النفس وكذا، أفادك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة موضوع السمنة، يعني عشان أقول الرجيم لازم أقول السمنة الأول، هنبني على الأصل. يعني لا شك إن السمنة ضارة جدا بالصحة، والعالم على إجماع إن السمنة لها مضاعفات كثيرة جدا جدا على كل أعضاء الجسم، وإنه لا يوجد عضو لا يتضرر من السمنة. ده باختصار شديد جدا. السمنة منتشرة بشكل كبير جدا خاصة بين السيدات، والحقيقة السبب في السمنة بيأتي من الإسراف في الطعام والشراب، ونحن نهينا عن الإسراف في الطعام والشراب. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحقيقة السمنة بيكثر معها أمراض القلب وأمراض الرئة وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، كل الأمراض بتبقى زيادة مع السمنة. إذن زي ما فضيلة الشيخ حب يعني يوضح، الاعتدال هو الأصل، الوسطية هي الأصل، وإن إحنا فعلا دين وسطي، فالوسطية هي الأصل. لأن الإنسان يبقى ضعيف بشدة ولا يبقى بدين بشدة، يعني يبقى التوسط بين الاثنين. فلأن فعلا لما بيبقى في رجيم قاسي ممكن يحصل ضمور لبعض العضلات، ودي ضارة بالصحة، يبقى الإنسان مش قادر يمشي ومش قادر يتحرك. فلا أنصح بأن الإنسان يعني يبقى في عنده هزال في الجسم لدرجة كبيرة، ولا يبقى في سمنة، لأن كلاهما ضار. فالتوسط في الأمور ده، هو عشان أوصل للتوسط ده النصيحة إن أنا أتبع نظام أكل أو الطعام، نظام الطعام يبقى نظام منظم، ولازم يبقى فيه حركة على الأقل مشي. والعلماء أجمعوا الآن على إن المشي نصف ساعة يوميا على الأقل ده مطلوب في جميع الأعمار، وكل ما العمر كان أقل كل ما كانت مدة المشي أكبر، لكن على الأقل نصف ساعة يوميا بخطوة سريعة شوية عشان نفقد سرعات حرارية ونحافظ على العضلات بتاعنا. النصيحة الثانية، عدم الإسراف في المواد النشوية والمواد الدهنية. النشوية زي الرز والمكرونة والعيش والمحشي والكشري، وأعتقد نبرو يعني، وأنا نبراوي أصلاً، من الناس اللي خلصت فلوس الدولة على المحشي، مش كده يا شيخ محمود؟ نعم؟ كانت تحسبنا دكتور؟ ما أنا زيك، أنا نبراوي زيك يعني. أكلة شعبية أقصد. فأنا كنت بشوف في ميدان جويش هنا
جبال كرومب كده يوم الحد بالليل ويوم الاثنين تنتهي تماما وتخلص. مظبوط يا دكتور مرسي؟ في كل الاسواق. فانا بنصح بس ان احنا ما نسرفش في النشويات ولا في الدهون، يعني من الاسراف فيهم هيبقى افيد للصحه وانفع للجسم. لكن الحقيقه الحاجات الطيبه جدا اللي انا بنصح بيها دايما وبقولها لكل المرضى وبالذات اللي عندهم سكري او عندهم ارتفاع في ضغط الدم، اكثر من اكل السلطه والخضار. السلطه والخضار دي مفيده جدا. ولو عاوز تاخد حاجه حلوه يبقى عليكم على الشيخ محمود. الفاكهه من الاشياء الجيده جدا بالنسبه للصحه العامه. فالفيتامينات، الفيتامينات دي كلها جميع الحاجات اللي بتتحط على النار الفيتامينات بتتكسر فيها. الفيتامينات بتتكسر، ما يبقاش فيه فيتامينات. المصدر الوحيد للفيتامينات هو الحاجات السلطة والخضار والفاكهة. فأنا بنصح من الإكثار من السلطة والخضار، والفاكهة تبقى هي الحاجة الحلوة اللي احنا بناخدها. بلاش الجيلي والجاتوهات والكريمات والشوكولاتات والحاجات دي كلها. وبرضو نصيحة ان انا بنصح ان الناس تبعد عن المياه الغازية وما يكسروش من المياه الغازية بأي شكل. كنت في أمريكا في نيويورك وكان مؤتمر عن الإعجاز العلمي، ونزلنا في مكان يعني هذا المكان يقطنه اليهود، ونزلت سوبر ماركت عشان أجيب. أنا عندهم مياه غازية كده بالزنجبيل كنت بحبها جدا وأنا في أمريكا، فنزلت أدور على المياه الغازية دي. سوبر ماركت كبير كده، فقال إحنا ما بنبيعش مياه غازية. فقلت له ليه انتوا ما بتبيعوش مياه غازيه؟ قال لي لان احنا في حي اليهود واليهود ما بيشربوش المياه الغازيه. فعرفت ان المياه الغازيه فيها ضرر على العالم كله، لان هم ما يبعدوش عن شيء، هم لهم سياسه معينه ولهم يعني اي افساد، اي افساد هتلاقي وراه اليهود. معلش يعني اعذروني في الكلمه دي، يعني اي افساد للآخرين مش لأنفسهم، يعني للآخرين هتلاقي وراه اليهود. فقال لي احنا ما بنبيعش المياه الغازية. قعدت أقرأ بقى، طب شوف بقى الطب بيقول ايه، وهات الدليل بقى اللي احنا بنقول عليه. لقيت الدليل بيقول ان المياه الغازية احنا عندنا اكتر من 10 تريليون، ادي نعمة من نعم ربنا، اكتر من 10 تريليون، والعالم بيقول بالرقم ده قليل، لا هي اكتر من كده، لكن على الاقل في 10 وفي ناس بيقولوا 100 تريليون بكتيريا وبعض الحاجات موجوده داخل الامعاء. ربنا عملها مصنع ضخم جدا جدا بيطلع مواد كيماويه مفيده جدا لعمليه الهضم وعمليه الامتصاص الغذاء وعمليه التمثيل الغذائي، يعني غايه في الافاده. ربنا مالي بطنك بكتيريا وبالي بطنك حاجات مفيده جدا. لما بنشرب المياه الغازية بتقلل البكتيريا المفيدة وبتزود البكتيريا الضارة. فأنا نصيحتي إن الناس ما تسرفش في المياه الغازية. وقعدت أقرأ فعلا في النقطة دي، فلقيتها فعلا بتغير البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء إلى بكتيريا ضارة، والبكتيريا الضارة دي بتطلع نوع من السموم. فعشان كده الإسراف في الطعام والشراب برضه بيغير البكتيريا اللي موجودة دي. والعالم دلوقتي بيقول ان البكتيريا دي مصنع رهيب جدا جدا، ما كناش نعرف حاجة عنه من مثلا 15 او 20 سنة، ما كناش نعرف حاجة عن البكتيريا دلوقتي. لكن دلوقتي اصبحت بنستخدمها في علاج كثير من الامراض، بنستخدمها في تجنب السمنة، بنستخدمها في تجنب النحافة. يعني أصبحنا بنستخدم البكتيريا دي دلوقتي في علاج أمراض كثيرة جدا جدا جدا. فنصحتي إن الإنسان يبقى معتدل ما بين البدانة وما بين النحافة، وده من الآخر. يعني البكتيريا ده هو ربنا خلقها في يعني هو سؤال ممتاز جدا. أحيانا بنعالج بالبكتيريا ديت،
انا اقول لكم حاجة، لان في ناس كانت بتاخد علينا شبهة التداوي بابوال الابل يعني، وده كانت رسالة قريب في الازهر كنت انا مشرف عليها عندكم يا دكتور مرسي يعني. وكان في ناس بياخدوا شبهة التداوي بابوال الابل، يقولوا ازاي انتوا تقبلوا هذا الكلام؟ هل تدروا بقى ان العالم الان بيستخدم حاجة اسمها، مش عارف اقولها ولا لا، حاجة اسمها فيكال ترانسبلانتيشن اللي هو نقل البراز، يعملوا كبسولات فيها براز ويدوها لبعض المرضى عشان يعالجوهم من امراض ما كانتش بتتعالج قبل كده. والعالم بيقول ان ده تطور طبي. طب ليه بقى بتسموا العلاج بابوال الابل تخلف؟ ده انتوا بتعالجوا بحاجة اوحش من الابوال ورضيتوا بيها وحطينها دليل طبي ولها مراجع، واللي عاوز المراجع اجيب لكم المراجع بالعشرات، مش عشرات، مئات المراجع في هذا المجال الان ان احنا ممكن نعالج. طيب بنعالج بيها ليه؟ لان انا باخدها من واحد سليم، وبالتالي هيبقى البراز ده فيه بكتيريا سليمة، بننقلها له تقوم تتحطم ويوصل له عدد من البكتيريا السليمة اللي موجودة، فخلاص بقى نوع من العلاج اللي موجود دلوقتي. طيب الحاجة التانية اللي تخلينا برضو من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بنصح بيها، واحنا في يعني نبروه، ان اللبن الرايب من الحاجات الجيدة جدا لعلاج البكتيريا. يعني انا بنصح الناس، انا حريص جدا على ان انا اشرب لبن رايب يوميا، حريص جدا جدا جدا، واللي راحوا معايا عمر عارفين الحكايه دي، ان انا لازم اجيب لبن رايب وبحب اللبن الرايب، لانه ثبت ان له، واللبن عموما مش اللبن بس احسنه من اللبن الرايب، لكن اللبن عموما له فعلا افضليه كبيره جدا على اي شراب وعلى اي طعام اخر. مفيش طعام زي اللبن بيحسن البكتيريا بتاع الامعاء، قولا واحدا، وبقول وانا طبيب وبتحمل هذه الكلمه ولي عليها الادله والمراجع، مش من المسلمين، لا، الادله والمراجع دي موجوده من ناس غير مسلمين، ان من الحاجات المفيده جدا جدا اللبن، وبالذات اللبن الرايب. ما سمعتش. جزاك الله كل خير بكم مجاهد، ولا نخرج الى الرسائل، هل يستحق الانصار من المعاشره الزوجيه او يكره او يتوسط فيه او ماذا افدنا في هذا الجانب؟ وهل الذي عنده مرض قلب يستحق له التقديم؟ والذي ليس عنده افدنا في هذا الباب؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال محرج يعني، لكن بيعتمد على، معلش، بيعتمد على صحة الرجل والمرأة يعني، وما فيش حاجة في الطب بتبعد عن الصحة العامة يعني. فإذا كانت الصحة العامة للرجل والمرأة كلاهما الصحة بتاعهم جيدة، ف يعني الإكثار من هذا الأمر لا ضرر فيه. قد يفيد، قد يفيد، لأنه بيبقى فيه بذل طاقة، وبذل الطاقة ده بيبقى معاه فقدان لسعرات حرارية، وده بيحسن عملية التمثيل الغذائي. لكن إذا كان الإنسان مريض بالقلب زي ما فضيلة الشيخ بيقول، لا، يبقى لازم يبقى فيه نوع من الاعتدال، لأن ده بيعمل عبء على القلب، يعني ممكن يعمل عبء على القلب، أو الزوجة مريضة برضو ممكن يعمل عبء على القلب. لكن هذه الغريزة حاجة مما خلقه الله سبحانه وتعالى حتى تستمر الحياة، يعني دي حاجة من معجزات الله سبحانه وتعالى، يعني دي المعجزة، لما تعرف ان هناك، يعني مش عاوز اعدد
عشرات الهرمونات اللي بتشتغل في موضوع الغريزة الجنسية. بدأنا نكتشف دلوقتي أن هناك عشرات الهرمونات ومئات المواد الكيميائية اللي الجسم بيفرزها أثناء الجماع. فعشان تعرف فضل ربنا عليك والحاجات ده هي بتفرز ساعات فيها حاجات بتفرز بالميكروجرام، ولو زاد ميكروجرام يعني 1 على 1000 من الجرام حاجة بتفرز، ولو يعني إفرازها زاد قد يسبب ضرر، يعني لو زاد 1 ميكروجرام ممكن يسبب ضرر. يعني أضرب لكم بس مثال على حاجة بسيطة جدا كنت كتبتها مرة على الفيس على وسائل التواصل الاجتماعي، ان هرمون النمو ده اللي بيخليني اطول وبيديني بنية عضلية، هرمون النمو ده موجود بالميكروجرام في الجسم. لو انا جمعت كل الهرمون النمو اللي موجود في انسان واحد مش هيملى نص ازازة صغيرة قد كده، حاجة صغيرة جدا جدا، ومع ذلك بدون الكمية دي مش هبقى انسان ولا هطول ولا هيبقى عندي بنية عضلية. شوف بقى ده لو زاد حاجة بسيطة جدا يحصل مرض العملاقة، ولو قل حاجة بسيطة جدا يحصل مرض القزامة. شوف ربنا خلق لك كل حاجة بقدر ازاي، كل حاجة مخلوقة بقدر. يجي واحد يقول لي الصدفة، اعتقد يعني ده ما عندوش اي خلية في مخه شغالة، لان كل شيء مظبوط في الجسم بطريقة والله العظيم يعني واقسم على ذلك ان فعلا دراسة الطب دي اللي يلحد وهو بيدرس الطب ده يعني انا بس بتعجب، يعني ده جزاء ان احنا نخزق له عينيه ونقطع له ايديه ورجليه، لان الحقيقة انا بتعجب جدا جدا، لان ساعات كثيرة جدا بقف امام اشياء انا مش عارفها واقول هنا الله، خلاص انا علمي وقف مانيش قادر خلاص. في بعض المرضى بيجوا يشتكي من شكوى معينة عمري ما سمعت الشكوى دي قبل كده، وبعدين اكتشف ان انا ما كنتش اعرف، واروح اقرا الاقي انا اللي ما كنتش عارف، انا اللي ما كنتش عارف. بعد 50 سنة من دراسة الطب ما زلت حتى النهاردة بعرف معلومات جديدة ما كنتش أعرفها والله، لغاية النهاردة فقط بعد صلاة الظهر عرفت كذا معلومة طبية جديدة في تخصصي لم أكن أعلمها، وأنا بدرس الطب وبدرس من 50 سنة. فوقفت أمام قول الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، وستظل حتى لو كنت انت العلامة فلان الفلاني علمك قليل، وما أوتيتم من العلم في تخصصك حتى في تخصصك هتبقى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يمكن أبدا انك تحيط بكل العلم ولو تخصص دقيق جوه التخصص. يعني احنا اصبح عندنا دلوقتي تخصص غدة درقية وتخصص غدة نخامية، حتى المتخصصين في الغدة الدرقية دي حاجة صغيرة خالص يقول لك في مجاهيل كثيرة جدا احنا ما نعرفهاش. فستظل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ستظل حتى تقوم الساعة. وصدق الله سبحانه وتعالى، الحقيقة كل حرف في القرآن له مغزى كبير جدا 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 لا تدركه إلا إذا شغلت مخك، تعرف فعلا ان هذا الكلام الدقيق لا يمكن ان يكون من عند بشر، يستحيل ان يكون من عند بشر. كلام الدقة فيه الحقيقة مدهشة، وانا بتكلم على الدقة الطبية، انا ما بتكلمش على الدقة اللغوية ولا البلاغية ولا ده القرآن مليان يعني بيانات عظمى، لكن انا بتكلم حتى على ما اشار اليه من العلم، يعني ما أشار إليه من العلم بقف قدامه وما أتيتهم من العلم إلا قليلة، دي بقف قدامها فعلا وأقول صدق الله، ستظل كلمة وما أتيتهم من العلم إلا قليلة هتظل موجودة حتى لو أنت إينشتاين.
برضو علمك حتى في الرياضة اللي برع فيها أينشتاين برضو وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لا لا آخر سؤال لدكتور مجاهد بارك الله فيك. الأجسام الأعرائس النقيل الشباب الذين يعملون مواد منشطات هل هذه المنشطات ضارة أو نافعة؟ ما تأثيرها على القلب؟ هل ينصح فيها للقبيل أو لا ينصح، خاصة الذين يستعملونها لإطالة مدة المعاشرة سواء على كبار السن أو صغار السن أو الوسط؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة بس بشكر فضيلة الشيخ على السؤال الحقيقة. يعني السؤال يعني سؤال ممتاز جدا جدا جدا، لأن فعلا كثر استخدام المواد المنشطة دي. وأنا بس عاوز يعني أتكلم عليها بنصيحة للشباب اللي بيروحوا الجيم الأول، قبل ما أتكلم على المعاشرة الزوجية. اللي بيروحوا الجيم بياخدوا كمية من البروتين، وأنا غلبت أقول وأزعق فيهم وأقول لهم البروتين اللي خلقه ربنا، اللحمة والفراخ والسمك والبيض واللبن، ده أحسن بروتين. البروتين اللي بيدهولك في الجيم ده مالكش دعوة بيه، من فضلك ما تحاولش تاخد البروتين ده. البروتين اللي موجود في الطعام اللي خلقه ربنا هو ده أفيد بروتين. خلاص، ادي اول نقطة. النقطة الثانية، في حاجة اسمها ايه، مواد بناءة للعضلات. الناس بياخدوا مواد عشان يعمل عضلات، يعمل ايه عضلات كده، فبياخدوا حقن عبارة عن حقن بانية اسمها انابوليك استرويد، يعني بانية بتبني العضلات. يعني هذه الحقن في منتهى الخطورة وتسبب أمراض كثيرة للجسم، وشفت منها حالات في منتهى الخطورة، وبتسبب خلل في الغدد الصماء، بتسبب خلل في المخ، بتسبب خلل في الغدة الدرقية، بتسبب خلل في الغدة الكظرية. فأنا بنصح الشباب اللي بيروحوا الجيم ما تاخدش ما يسمى الأنابوليك استرويد دي، وبلاش البروتين اللي هو بقى مالي المحلات دلوقتي. اعتقد فيكم ناس بتروح الجيم وبتاخد البروتين ده. كل هذا الكلام انا انصحك ابعد عنه تماما. نيجي بقى للمواد المنشطة جنسيا. هذه انا يعني لا انصح لا صيدلي ان هو يوصفها، ولا الواحد يوصفها لنفسه، لازم طبيب هو اللي يوصفها. ليه؟ لأن واحد ممكن يكون مريض بالقلب وهو ما يعرفش ان هو مريض بالقلب، ياخد مادة منشطة جنسيا ممكن تسبب له خلل في كهربة القلب، ممكن تسبب له موت فجائي. فأنا بنصح اللي يكتب المواد دي طبيب ملم وعارف ودارس وعنده خبرة، عشان يعرف ايه اللي يفيد وايه اللي يضر. ممكن تبقى شاب وعندك مرض في القلب وانت ما تعرفش، فمن فضلك ما تاخدش المواد دي من نفسك ولا تخلي الصيدلي يديها لك. هذه المواد يجب ان اللي يوصفها طبيب، وما يوصفهاش لاي حد الا لما يكشف عليه. نصيحة لزمايلي الاطباء، بلاش وصف رشطات على الواتساب. واحد يبعت لك يقول لك انا عندي دماغي بيوجعني ومش عارف ايه وايه وايه، من فضلك اكتب لي حاجه. تقوم تكتب له حاجه وضغطه مثلا عالي وانت ما تعرفش ان ضغطه عالي، تقوم تدي له حاجه فيها ماده بترفع الضغط وضغطه عالي، ممكن تسبب له جلطه. فانا بنصح الاطباء بلاش وصف رشطات من خلال الواتساب، لازم الرشطات تبقى مباشره تشوف المريض، إلا إذا كنت مريض أنت تعرفه ومتابعه وعارف حالته ممكن تتابعه على الواتساب، دي ما فيش فيها حاجة. لكن بلاش توصف حاجة على الواتساب، بلاش تتطوع وتنصح الناس من غير ما تكشف عليهم. بس دي نصيحة
بقولها لزمايلي الاطباء، اعتقد بعضهم ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، يعني ياخدوها من واحد درس الطب من 50 سنة. نشكر الاستاذ الدكتور مجاهد حفظه الله تعالى، ومع اخي الاستاذ الدكتور مرسي شولح، اسال الله ان يبارك فيه وفي عمره وفي صحته وفي ذريته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا سعيد دادوة. طبعا زي كده النبي الامي الكريم وهذه الاصحاب يفرحون هو خير مما يجمعون. نفرح بفضل الله بالايمان وبرحمته بالقران، ونفرح بفضل الله بالقران وبرحمته أن جعلنا من أتباع أهل الإيمان وأتباع أهل القرآن مستمعين متبعين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الكلمة من الدعاء الهدى في كل تخصص من تخصصات الحياة، وفي كل تخصص من تخصصات هذا الدين، في النواحي العلمية والمنهجية والبحثية، كلمة لها وزنها ولها ثقلها. قال سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وشأن أهل العلم الوعي بثقل القول، فلا يتوهون الأمة ولا يضعون لها طرقا حين أفنوا أعمارهم في العلم وأفنوا أعمارهم في القراءة والبحث وشاب شعرهم في القراءة والدراسة والتدبر والتأمل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسقطوا ما علموا بعلم وورع وفقه وخوف وشفقة، أسقطوا ما علموا على هذا العصر الذي نحن فيه، فعلموا نصرا وعلموا عصرا، وأسقطوا النص على العصر بالعلم والفقه والورع والأدب. لا